بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين أدلي سبورت. شو عم يساوي عصام الحضري بالعراق؟ عم يتسيح؟ لا ما عم يتسيح. عصام الحضري زلمة نشيط. طبعا استوقفني شيء معين يمكن يكون منهم هم عندي اتحاد الكرة. شلون تلقيت الدعوة؟ دعوة برنامج دالي الكاس وقناة اي نيوز. ولكن مهم عند الجماهير السورية، مهم عند هيبة المنتخب، مهم عند المنتخب نفسه، مهم على اسم منتخب سوريا. اليوم احنا شفنا الكابتن فيصل الخطيب تعاقب بأحد بتذكر السنوات الماضية، بتذكر قبل نهائيات كأس آسيا 2019 بتذكر ذيك الأيام بقطر قبل الإمارات، لأنه بالمعسكر اللي صار بمنتخب سوريا بالنمسا كان هو فضل انه يروح يعمل برنامج اعلامي او رياضي بشكل عام بقنوات البي ان سبورت، فاجت حرمانه او استبعاده من منتخب سوريا مع انه المنتخب بحاجه فراس الخطيب بدرجه كتير كبيره بوقتها، ولانه ما اخذناه شفنا شو صار معنا، يمكن هي واحد من الاسباب. يعني اليوم الكابتن عصام الحضري، الكابتن عصام الحضري يسموه السد العالي، وقت تعاقدوا معه اتحاد كرة القدم بيسموه السد العالي، هو فعلا السد العالي. ولكن اليوم هل عندك يا استاذ صلاح رمضان معلومات بأن الكابتن السد العالي كان بالعراق بوقت انت كنت عم تحضر لمنتخب سوريا مباراة ودية مع فيتنام؟ هل الجمهور السوري عنده علم بأن الأستاذ صلاح رمضان بأحد تصريحاته اللي حسمعكم إياه هلأ قال لك مشان العالم ما تحكي وتصير في لغط بالموضوع، الكابتن عصام الحضري مع مساعد المدرب أيضا المصري اسمه فايز يمكن بمهمة مكلفة من هكتور كوبر أنه بيروحوا يشوفوا لاعبين و و و وطلعت بطلع العراق أول بجولة. طبعا بينما المعلومات اللي عندي والفيديو راح أحط لكم إياه هلأ كالتالي، عصام الحضري توجهت له دعوة من السيد نوري اللي هو بقناة نيوز عراقية، هيك شيء طبعا نفتخر فيها ونفتخر بالسيد نوري. طبعا هو بالنهاية نحن موضوعنا الكابتن عصام الحضري مدرب منتخب حراس منتخب سوريا، غادر سوريا وترك عمله في اتحاد الكرة في منتخب سوريا، ذهب إلى العراق، طلع للعراق راح يعمل برنامج هو عم بيقدمه شخصيا، وهذا الشيء بالإثبات بالصوت والصورة راح تكون عندكم على الشاشة مباشرة. اليوم السؤال لاتحاد الكرة بعد ما نسمع شو حكى الكابتن عصام الحضري وشو حكى الكابتن صلاح رمضان أو الأستاذ صلاح رمضان، حنسمع مبدئيا كلام السيد عصام الحضري السد العالي اللي وقع مع اتحاد الكرة كونه هو مدرب حراس مرمى منتخب سوريا بالوقت اللي نحن بحاجته هو طلع العراق. يمكن موضوع تافه بالنسبة للبعض ولكن الموضوع كتير كبير، صارت مع الكابتن نبيل معلول وتبهدلنا بسبب هذا الموضوع، ونفس الموضوع عم بيعيد نفسه حاليا مع الكابتن عصام الحضري. خلونا نسمع ليش راح الكابتن عصام الحضري على العراق، وهل هو في بمهمة رسمية من هيكتور كبر، وهل كلام الأستاذ صلاح رمضان اللي واصله وما بيتوقع يكون عنده علم بهالموضوع هذا كله، يعني اللي واصله انه هو راح بمهمه رسميه برنامج دالي الكاس وقناه اي نشوف التفاصيل. طبعا اكيد علي صديقي وحبيبي، وهو لما قال لي على الدعوه انا ما تاخرتش لان انا عارف ان انا جاي اجواء جميله لان عشتها معاكم، ولما جت لي الدعوه ما تاخرتش، وزي ما قلت لك الحاجه الحلوه اللي انا شفتها في العراق الشغب الجماهير. الحاجه الحلوه اللي انا شفتها في العراق شفت الحضري قدامكم قال لك انا تلقيت دعوه من اداره قناه نيوز من سيد نوري فما قدرت ما لب الدعوه. سؤالي هون للاستاذ صلاح رمضان اللي هو صرح بلسانه وبصوته وبشخصه الكريم، قال لك انا مشان ما يصير في حكي هيكتور كوبر بعتوا لفايز وبعتوا للحضري رايحين بيشوفوا لاعبين، بس بالعراق مين عنده لاعبين محترفين مواهب او مغتربين؟ ما بعرف، فهد اليوسف، محمود المواس، زاهر ميداني اعتزل، مين كمان؟ يعني عندنا لاعبين بالعراق انه خرج حدا يروح يشوفهم، يعني بتخيل رايحين نحن نشوف المواس شو مستواه، ولا نتخيل نشوف
فادر يوسف شو مستواه، تخيلوا يعني هذول اللعيبه اللي طول عمرهم بالمنتخب بدهم نشوف شو مستواهم. لا خلونا نسمع تصريح الكابتن صلاح رمضان احسن شيء، لانه انا واثق 99% من اللي انه اللي انعمل كله بدون علم الاستاذ صلاح رمضان. اتوقع هذا الشيء لانه تصريح صلاح رمضان مو طبيعي، يعني انه عنده معلومات انه نحن رايحين حتى نستكشف لاعبين، ما رايحين نحن نعمل برنامج تلفزيوني. وبنفس الوقت يعني انحرم اسطوره منتخب سوريا بوقته، على وقته كان اسطوره منتخب سوريا كابتن فراس خطيب، انحرم بطوله والجمهور بحاجته، الجمهور طالب فيه، انحرم بسبب انه راح عمل التغطيه او راح عمل برنامج بي ان سبورت. بنفس الوقت يعني امر غريب جدا انك اليوم بتخسر لاعب منتخب سوريا ومنتخب بحاجته، او انك بتمشيها لمدرب حراس اللي هو مقصر بشغله، بتمشي له اياها؟ وين هيبت المنتخب؟ وين اسم المنتخب؟ لا تقول لي انت عم تكبر وعم تبالغ، ولا لا ما عم بالغ، ما بيسترجي حدا بيعملها بمنتخب مصر ومنتخب الاردن ومنتخب فلسطين، ما حدا بيسترجي يعمل هالحركه هاي الا عنا نحن، حيطنا واطي فالجماعه بيصوتوا الحيط طبيعي عادي، ما في قانون يردع هذا الموضوع ابدا. يعني بتلاقي هيكتور كبر ما عنده شغل اصلا، قاعد بشي مكان كمان. على كل حال وفي ناس عم تحكي مثلا عصام الحضري ولا محمود فايز بيسافر، يعني مثلا هلا عم يحكوا عالم انه شو عم يساوي عصام الحضري بالعراق، عم يتسيح؟ لا ما عم يتسيح، عصام الحضري زلمه نشيط، مكلف المدرب هو محمود فايز ومساعده اللي بالارجنتين وباليونان انه يراقب اللاعبين السوريين الموجودين هناك، وعم نشتغل 3 لعيبه بالارجنتين حاليا. بس طبعا في وراء، يعني هن العالم بيقول لك فلان من اصل سوري، ما بيعرفوا انه ناقص وراء ربنا اللي يطلع. مظبوط. هلا انا بقراك. مساء الخير عليكم واهلا بكم معنا في حلقه جديده من ليالي الكاس على قناه اي نيوز. طبعا النهاردة عاملين مفاجأة وهنقول لكم على الخبر، طبعا بتعاقد مع قناة اي نيوز طبعا بعد الاحداث الحمد لله اللي احنا عملناها الفترة اللي فاتت لمدة اسبوع، بعد الحدث اللي احنا عملناه كويس الحمد لله تعاقدت مع قناة اي نيوز طبعا برنامج ليالي الكاس. كل المشاهدين اهلا وسهلا بكم معنا، طبعا كل العراق وكل الوطن العربي اهلا وسهلا بكم معنا النهاردة. حلقة يعني مميزة عن كل الأيام اللي فاتت، طبعا حاجة مهمة ومركز مهم في حراسة، طبعا حراسة المرمى، حارس المرمى 50% طبعا على التكنولوجيا الجديدة بقى حارس المرمى 75%. معنا نجوم كبيرة طبعا وأساطير موجودين معنا في الاستوديو، أكيد منورنا النهاردة طبعا معنا أبو صقر حارس الكويت السابق. فيك. أهلا وسهلا بك يا أبو صقر. على عمرك، أنا سعيد إن اليوم نلتقي مع بعض من سنة. مع ذلك المدرب اللي بالأرجنتين براقب بأمريكا. كابتن صلاح رمضان أنا بحبك وبحترمك عن جد كتير كتير، فبتوقع حضرتك واصلك تقرير خاطئ، ما رح أقول غير هيك لأنه كارثة إذا أنتوا اتحاد كرة القدم ما بتعرفوا ليش معلول راح على بي إن سبورتس، او ما بتعرفوا صلاح رمضان شرح، عفوا عصام الحضري شرح على بي ان سبور على العراق النيوز العراقيه وهو بعقد ملزم 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 بمنتخب سوريا، الا في حاله واحده من ضمن شروط العقد انه اليوم نحن بدنا نروح نعمل لقاءات ونعمل برامج تلفزيونيه ونسترزق الله بدول اخرى او باي مكان، حقك الطبيعي ما في اي حدا يمنعك ولا في اي مشكله. اما إذا هو رايح ومخبركم وأنتوا عم تقولوا أو موصلين لرئيس الاتحاد هاي المعلومة، فهي كارثة كبرى بحق رئيس الاتحاد وحق الاتحاد وحق المنتخب وحق البلد. أو رايح ومخبركم وأنتوا عم تمشوها لحتى يعني أنه يلا مدرب حراس، يعني عادي نحن عندنا مصيبة مدرب حراس، نحن مع احترامي يعني شو الحراس اللي عندنا، يعني ابراهيم علمي 10 سنوات هلا حاليا يمكن حارس مرمى، اعطوني احمد بدنيه وابراهيم علمي، اعطوني حراس غير هدول الاثنين او ثلاثه بسوريا، ما في عندنا حراس انتم بتحكوا عنهم مميزين بالمنتخب او بالانديه او غيرهم. اليوم انه ما بيصدر بحقه لعصام الحضري اي عقاب اي شيء ثاني فهذا محلو بحق الاتحاد. اليوم وصل التقرير للاستاذ صلاح رمضان انه عصام الحضري رايح مع محمود فايز على العراق لحتى يستكشف لاعبين وهم عم يعملوا مقابلات او او او، فهذا الشيء لازم ايضا يكون في
محاسبة للشخص اللي كان وموصل هاي التقارير الخطأ لرئيس الاتحاد وصرح فيها الاتحاد على الهواء وقدام العالم، فهي مصيبة. ف يعني عن جد سؤال بيطرح نفسه، يعني نحن لإمتى رح نضل ملطشة؟ نحن لإمتى رح نضل حيط نواطي؟ رح نضل إمتى نحن بنخضع لمعلول وللحضري ولغيره ولغيره ولغيره؟ أنا موجود بالكويت، فلان موجود بالإمارات، فلان موجود بالسعودية، فلان موجود بالأردن، خلي العالم تعيش معناته، خلي منتخب باب رزق لكل الناس، ده كبر وغير كبر والحضري ولغير الناس كلها. يعني واحد بيترك شغله كمدرب حراس مرمى ورايح شو عمل؟ فهموني هلا، من اول ما اجى الحضري كمدرب حراس مرمى شو عمل؟ تمرينين او ثلاثه صح؟ شو غيره؟ شو في؟ بس صورنا على صفحه الاتحاد انه هو موجود، وتاني يوم عم يعمل مقابلات واللي قبلها واللي هذا مو شغل يا اتحاد الكره، هذا مو شغل ابدا ابدا ابدا. انا شخصيا ما عندي مشكله انه مين كان يروح بيروح، بيعمل مقابلات، بيعمل دعاية وإعلان، بده يعملوا بس باحترام وبعلم اتحاد الكرة وببيان اتحاد الكرة على صفحة اتحاد الكرة، إذا أنتم محترمين مناصبكم ومحترمين العمل اللي أنتم فيه ومحترمين الاسم اللي أنتم عم تمثلوه. فعن جد هذا الشيء معيب معيب معيب، وبيرسم 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 وتحت أعين الاتحاد الرياضي العام الكابتن فراس معلة هذا الموضوع ما بتوقع يمر من تحت إيدك، لأنه هذا الموضوع لو مرق من تحت إيدك حيكون في له توابع كتير، راح تكون بمنتخباتنا بفئات العمرية كتير، حيكون هي عصام الحضري راح عمل مقابلات وعمل دعاية وعمل وأخذ مصاري من القناة مثل ما بيحكي. في عندي فيديوهات راح أطلكم إياها، راح أطلكم أكثر من فيديو راح تشوفوه بنهاية هذا الفيديو، راح تشوفوا كتير شغلات حكاها السيد عصام الحضري وأنه هو مقدم البرنامج. أنا حطيت لكم الملخص الأخير وهو الزبدة. يعني بتمنى أنه ما يزعلوا مني اتحاد الكرة، بتمنى أنه ما حدا يأخذ الموضوع شخصي، أنا أخذه بموضوع كرامة منتخب أو اسم منتخب أو 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 إيه بدكم تسموه تسموه، هو هيبة منتخب فقط مو أكثر، لأنه بغير منتخبات هذا الشيء ما بينعمل ولا مستحيل ينعمل، وبتحدى إذا حدا بيعمله بأي منتخب آخر غير منتخبنا السوري واتحادنا الحالي او اتحادنا السابق وما قبله، لانه صارت مع معلول وصارت مع الحضر وحتصير كتير اذا ما تم اتخاذ اجراءات فينا نقول رادعة بهذا الموضوع او محاسبة الحضري وتحت اعين الجماهير السورية، لانه الحضري ما هو اكبر من منتخب سوريا ولا اي حدا من اكبر من منتخب سوريا، لانه اليوم انت موجود لحتى تطور حراس المرمى وليس حتى تروح تسترزق على حساب وجودك بمنتخب سوريا. حابب تسترزق خذ اذن اتحاد الكرة، اذا وافق لك وافق لك، طبعا اكيد راح يطلعوا لك كتاب نحن وافقنا له، بس ولكن التصريح اللي انحكم السيد رئيس اتحاد صحيح رمضان اتوقع انه هذا الشيء نهى كل شيء حاليا، ما فيكم لا تلفوا ولا تدوروا ولا تعملوا اي شيء، فما يكون الا حل واحد بتطلعوا بيان اي بيان استنكار معاقبه محاسبه موظف اتحاد يعتبر بالنهايه، عرفتوا كيف؟ هو تحت امر منتخب سوريا، انا مو شخصه لهذا الشخص على فكره، مو باسمه، بمركز عمله، عم بحكي بمركز عمله، مركز عمله بيطلب منه ان يحترم هذا المركز ولو كنت انا بمكانه ولو كان اي حدا بمكانه. اي شخص كان لازم يكون تحت المسؤوليه لحتى يعرف انه انت عم تشتغل تحت مسمى بلد باكمله، تحت منتخب الجمهوريه العربيه السوريه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.